بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنبدا محاضره في ماده سوفت وير ديفلوبمنت باستخدام لغه السي شارب. النهارده هناخد مقدمه عن السي شارب ابلكيشنز او السي شارب لانجويج. في البدايه الكتاب اللي هناخد منه محاضرات اسمه فيجوال سي شارب 2012 هاو تو بروجرام فيرست اديشن، تمام؟ المؤلف اسمه بول ديتل وهارفي ديتل، تمام. في البدايه المحاضره دي هنتعلم ازاي نكتب كود بسيط باستخدام لغه السي شارب. هتعلم ازاي اخد input data من الكيبورد وازاي اطلع ال output data على السكرين. هتعلم ال various types، الانواع المختلفة لل variables في ال C sharp، ازاي بعرفها وازاي بستخدمها. وهنتعلم ازاي نخزن data في الميموري، ازاي بنسترجع data من الميموري. وهنتعلم ازاي بستخدم ال arithmetic operators، وبرضو هنتعلم الترتيب اللي انا بستخدم فيه الاوبريتورز دي، او على اي اساس بيحصل حساب المعادلات الرياضيه في السي شارب بناء على الاوبريتورز او الاكسبريشنز عموما، او البريسيدنس والبريوريتي بتاعه الاوبريتورز دي. وازاي انا هنكتب ستيتمنتس باستخدام اللي هي الاف ستيتمنتس اللي هي الديسيجن ميكنج، تمام. وهنستخدم ال relational وال inequality operators، تمام. في البداية لو أنا عندي كود بسيط باستخدام ال visual studio، هنفتح ال IDE بتاعتنا اللي هي ال visual studio، وهنقول له مثلا عايزين create a new project، ونحدد اللغة اللي على أساسها هعمل ال application بتاعي. هستخدم مثلا console application باستخدام ال C sharp، تمام. نقول له next، وأعرف مثلا اسم البروجكت الأولاني بروجكت 1، تمام. بعد كده أقول له create. طبعا ده ممكن يختلف على حسب نسخة الفيجوال ستوديو اللي معاك. النسخة اللي معايا 2019، طبعا الكود اللي أنا هكتب فيه مثلا أول مثلا برنامج احنا بنكتبه بأي لغة اللي هو هلو وورلد، تمام. هتلاقي هالو وورلد جاهز اهو، تمام. في البداية بيقول لك يوزنج سيستم، يوزنج دي زي انكلود كده مثلا في سي بلس بلس، تمام. والبرنامج بتاعي لازم يبقى فيه حاجة اسمها النيم سبيس. النيم سبيس ده بيحتوي على كل الكلاسز اللي موجودة عندي في الابليكيشن بتاعي، تمام. او النيم سبيس بتاع البروجكت بتاعي بيحتوي على الكلاسز اللي انا هستخدمها هنا، تمام. وسيستم دي يعتبر نيم سبيس انا بستخدمه هنا باستخدام يوزنج، معناها هستخدم كل الكلاسز الموجوده جوه النيم سبيس اللي هو اسمه ايه سيستم، تمام. طيب نيم سبيس بروجكت 1 اللي احنا مسميين بيه اسم البروجكت، تمام. هتلاقي فيه جوه كلاس اسمه كلاس بروجرام، تمام. وجوه كلاس بروجرام هتلاقي فيه ميثود، تمام. الميثود احنا بنسمي الفانكشنز في السي شارب والجافا بنسميها ميثودز، تمام. هي اسمها ستاتيك، الـ type بتاعها static، تمام. void ما بترجعش حاجة، واسمها main لازم تتكتب بالشكل ده، أول حرف capital وتتكتب بالطريقة دي، تمام. بتاخد string array of string اسمها arguments أو أي اسم، تمام. واللي بتعمله هنا بتطلع لي output على الشاشة console.WriteLine hello world، تمام. أنا شلت اللي هي system الأولانية دي اللي هي using system دي، مش هقدر أستخدم الكلاس اللي اسمه console ده، تمام. يبقى هتلاقي الكلاس اللي اسمه console ده، تمام، موجود جوه النيم سبيس اللي اسمه system، تمام. طيب ورايت لاين دي بتكتب لي على الشاشه، رايت لاين بتكتب الحاجه وبعد كده تنزل سطر، تمام. وهتلاقي في حاجه قريبه منها اسمها رايت، تمام. رايت دي بتكتب الحاجه بس ما بتنزلش ايه سطر بعد ما بتكتب الاوتبوت بتاعها، تمام. طيب بعد كده اعمل ران للبروجكت بتاعي كده اهو، كتب لي هالو وورلد، تمام. وهتلاقي الكلام مباشره ملزوق في هالو وورلد على طول تحتها، تمام. لو انا عايز مثلا انزل سطر اكتب له كنترول دوت console.WriteLine، تمام. تقول له run، هتلاقي كتب ال output بتاعه كده ايه نزل سطر تاني، وبعد كده ايه طلع ال output بتاع ال command line، تمام. طيب انا ممكن اكتب كده دوت رايت لاين، ممكن اكتب بعد hello world، ممكن اعمل backslash n هيعمل نفس الوظيفه اللي بتعملها، يعني مكتب write وبعد كده ال output بتاعي backslash n كأن عملت دوت رايت لاين والاوتبوت بتاعي، تمام. هطلع نفس الاوتبوت، تمام. ده البرنامج الاولاني في لغه سي شارب اللي هو ازاي بعمل
اخلي البرنامج بتاعي يطلع لي هالو وورلد. تمام. طيب في البداية طبعا الكومنتات ازاي بعملها في لغة السي شارب زي لغة السي بلس بلس بالظبط، سي وسي بلس بلس والجافا اللي هي الفورورد سلاش فورورد سلاش، دي بنسميها سنجل لاين كومنت. تمام. وهتلاقي السنجل لاين كومنت ده معمله على سطر واحد بس، بعد كده اكتب اي حاجة. تمام. هتلاقي ان الكومبايلر بتاعي بيهمل ignore the comments اللي هي بعد الفورورد سلاش فورورد سلاش. تمام. طبعا في حاجة اسمها delimited comments. delimited comments زي بالظبط اللي في السي بلس بلس، اللي هي بعمل فورورد سلاش asterisk. تمام. بعد كده اكتب اي حاجة. تمام. هتلاقي الكومبايلر بيهملها لحد ما يقابل asterisk دي فورورد سلاش. تمام. طبعا هنا بيقول لك لو انت نسيت واحد من الديليميترز دول، تمام، لو انت فتحتها مثلا ونسيت تقفلها، فده هيسبب لك حاجه اسمها syntax error. تمام. syntax error هنا في السي شارب occurs when the compiler encounters code that violates the C sharp language rules. تمام. لو اي حاجه بتعارض اللغه او الجرامر بتاع اللغه فده يعتبر syntax error. تمام. syntax error بيقول لك ممكن نسميه compiler errors او compile time errors او compilation errors. تمام. بنسميها ليه compile error و compile time error؟ بنسميها كده because the compiler detects them during the compilation phase. تمام. طيب هنا طبعا بيكلمك على استخدام using directive. دي using اللي احنا بنستخدمها في بداية الابليكيشن بتاعنا او بداية الكود بتاعنا using. تمام. بعد كده استخدم namespace او الكلاسز اللي انا هستخدمها بعد كده. تمام. دي بيقول لك دي tells the compiler where to look for a predefined class. لو انا بدور على class معين انا معرفه قبل كده او جاهز او موجود انا عامل له include او عامل يعني بستخدمه معايا في الابلكيشن بتاعي، فمش هيعرف المكان ده الا لو استخدمت النيم سبيس اللي موجود في class ده. تمام. بعد كده بيقول لك لو انت نسيت تعمل include لكلمة using directive for namespace that contains a class، لو انت في class معين موجود جوه namespace معين انت نسيت تعمل using للnamespace بتاعه، فبيقول لك ان الابلكيشن use in your application typically results in a compilation. الكومبايلر مش هيقدر يشوف الكلاس اللي انت بتستخدمه ده. تمام. طب احنا بيقول لك البلانك لاينز اللي هي الاسطر اللي هي الفاضيه دي and space characters make code easier to read. يعني مثلا الكود بتاعي كده اهو، هتلاقي فيه اللي هي المسافات الفاضيه دي بتخلي الكود بتاعك ابسط في القراءه. يعني مثلا ان انا ببص كده على الكود بتاعي كده انا عرفت ان كل اللي هنا ده موجود جوه الكلاس. تمام. نفس الكلام كل اللي هو بقول له انتيشن كده هو داخل كده شويه ناحيه اليمين ده معروف انه موجود جوه الميثود دي وهكذا. تمام. تخلي القرايه اسهل. تمام. بالاضافه ان الوايت سبيس ده از اجنورد باي ذا كومبايلر. طب افرض مثلا انا بكتب مثلا او انا خدت كود مثلا كوبي بيست وهتلاقيت الايدنتيشن بتاعت الكود بتاعتي اتغيرت. يعني مثلا انا مثلا في كود هنا سطر هنا كنترول وكنسول دوت رايت لاين هالو وورلد. تمام. هنا كنسل دوت رايت لاين هالو وورلد تاني. تمام. لو انا عايز اظبط الكود بتاعي بحيث تبقى المسافه من هنا للمسافه ما بين اللي هي اجزاء الكود اللي هي موجوده في نفس البلوك على نفس المسافه من بدايه السطر، فممكن اعمل سيلكت للجزء اللي هو البايظ عندي في الفورمات زي مثلا كده اهو، او ممكن اعمل سيلكت للكود كله كده اهو كنترول ايه بعد كده اضغط كنترول كي بعد كده سي بلوحه المفاتيح بعد كده اضغط كنترول اف، هتلاقي يظبط لك الفورمات بتاع الكود بتاعك. تمام. طيب طبعا هنا الكي ووردز او ريزيرفد ووردز دي معروفه طبعا في اي لغه، هتلاقي فيه كلمات محفوظه ما ينفعش تستخدمها مثلا كاسماء متغيرات. every app consists of at least one class declaration that is defined by the programmer. بيقول لك المفروض يبقى فيه كلاس على الاقل واحد موجود جوه الابلكيشن بتاعك انت معرفه، واحنا اللي معرفين هنا اسمه بروجرام. تمام. طبعا البروجرام دي كان ممكن نغيرها. تمام. احنا في بداية الابليكيشن بتاعنا سميناها بروجرام. تمام. The class keyword introduces a class declaration and is immediately followed by the class name. تمام. لازم نستخدم كلمة class وبعد كده نكتب اسم ال class بتاعي. تمام. طبعا هنا ال class name ده عبارة عن identifier. تمام. يعني identifier يعني لازم يتكون من مجموعة من الأحرف والأرقام وممكن نستخدم ال underscore وما ينفعش يبدأ إلا ب بكاركتر. تمام. او كاركتر او اندر سكور. تمام. ما ينفعش يبدا ب ديجيت. تمام. المفروض برضه ما ينفعش يبقى فيه سبيس، ما ينفعش يبقى فيه مسافات ما بين الاسامي بتاعه الايدنتيفاير. تمام. طبعا هنا انا بقول لك امثله على الكي ووردز المحفوظه في لغه السي شارب. تمام. زي ابستراكت زي از زي كي زي كونست والحاجات دي. تمام. نفس الكلام هنا.
طبعا هنا بيقول لك ان السي شارب زي السي بلس بلس زي الجافا كلها كيس سنسيتيف. يعني ايه كيس سنسيتيف؟ يعني بتفرق ما بين متغيرين، مثلا عندي متغير اي واحد واي سمول، او اي سمول واحد واي كابيتال واحد، فهنا بيفرق ما بين دي ودي، دي بيعتبرها متغير ودي بيعتبرها متغير تاني خالص. تمام. طبعا هنا بيقول لك باي كونفنشن، هتلاقي وانت ماشي في الكتاب ده، تمام، هتلاقي دايما بيجيب لك كده ايه مجموعة من النوتس. تمام. النوتس دي هتلاقيها بتفيدك في، بتسهل عليك الشغل، أو بيدي لك ملحوظات مهمة في لغة سي شارب. تمام. هنا بقول لك باي كونفنشن، لما تلاقي كلمة باي كونفنشن يعني المبرمجين بتوع سي شارب اتعودوا إنهم يعملوا الحاجة بالطريقة دي. تمام. دي معناها إيه؟ يعني ما هياش تبع الجرامر الأساسية، اللي أنت لو ما عملتهاش مثلا هيحصل مثلا سينتاكس ايرور أو مشكلة في الكود بتاعك. لأ، هي بس بتبقى أسهل لو أنت اتبعت الكونفنشن دي، بتبقى أسهل معاك في الكتابة وفي القراية في لغة السي شارب. تمام. هتلاقي كل لغة من اللغات، لغات البرمجة، هتلاقي ليها كونفنشنز خاصة بيها. تمام. يعني مثلا من الكونفنشنز، أبسط الكونفنشنز في لغة السي شارب، إنك لازم تبدأ الاسم الكلاس بحرف كابيتال. تمام. كونفنشنز يعني المبرمجين اتعودوا يعملوها بالطريقة دي، بس مش مشكلة لو ما عملتهاش بالطريقة دي. تمام. بس يفضل انك تعملها بالطريقه دي. تمام. نفس الكلام الميثودز لازم تبدا بحروف كابيتال. تمام. طبعا هنا مين دي لازم تعملها بالطريقه دي، هي لازم مين تكتبها بالشكل ده. لو في عندك ميثود ثانيه المفروض انت تعملها بحروف كابيتال، بالذات لو كانت الميثودز بتاعتك بابليك. تمام. طبعا اسماء المتغيرات اللي هي انت بتعرفها جوه الميثودز دي المفروض تبدا بحروف سمول، دي طبعا دي معروفه. تمام. وفي برضو لو انت مثلا اسم المتغير بتاعك بيتكون من اكتر من كلمه، فالطبيعي انك بتعملها بالطريقه اللي هي الكامل كيس. الكامل كيس تبدا اسم المتغير بحرف سمول. تمام. ولو اسم المتغير بيتكون من اكتر من كلمه، مثلا نيم، مثلا اوف نيم اوف ستودنت، فانت المفروض تكتب مثلا نيم اوف ستودنت كده اهو، نيم اوف ستودنت بالطريقه دي. تمام. كل كلمه جوه اسم المتغير تبداها بحرف ايه؟ تبدأ بحرف كابيتال، تبدأ أول حرف بسمول. تمام. بس من الكونفنشنز إنك تبدأ اسم الكلاس بحرف كابيتال. تمام. طيب طبعا هنا بيقول لك تبدأ الكلاس بحرف كابيتال. تمام. وتبدأ كل subsequent word، كل كلمة جوه الاسم، تمام، تبدأها بحرف كابيتال. تمام. طبعا هنا C sharp case sensitive، not using the proper upper case or lower case letters for an identifier normally causes a compilation error. طبعا هنا by convention a file that contains a single public class should have a name that is identical to the class name plus .cs extension in both spelling and capitalization. طبعا هنا بيقول لك دي by convention، يعني يفضل انك لو في مثلا عندك كلاس مثلا واحد كده معروف ان هو public، او هو الكلاس الاساسي بتاعك زي كلاس مثلا program كده اهو. تمام. فالمفروض الكلاس ده يبقى اسم الفايل باسمه. تمام. يعني المفروض هنا program، المفروض هنا يبقى اسم الفايل بتاعك هنا اهو في solution بتاعك. تبقى تلاقي solution في project 1 بتاعنا ده، تمام، جوه الكلاس بتاعنا اللي هو ايه project.cs. تمام. المفروض اسم الفايل بتاعك بالظبط زي اسم الكلاس بتاعك. طيب طب احنا بنتكلم لك عن البريسز او الكيرلي براكتس دي. تمام. المفروض انت بتبدا البلوك بتاع الكلاس او البلوك بتاع الميثود تبداه بالكيرلي براكتس دي. تمام. والمفروض تنهيها بنفس الكلام، تبدا الليفت وتقفل بالرايت. طبعا هي لو انت نسيت الليفت وقفلتهاش، عملت الليفت ونسيت تقفلها بالرايت، المفروض هيحصل لك مشكلة. فالمفروض تظبط طبعا هنا لازم يحصل سينتكس ايرور لو البيسز دي ما هياش ايه ماتشنج بيرز، يعني تفتح الحاجة وتقفلها. تمام. بغض النظر عن نوع الباكت. طبعا البالانسز ميثودز نيمز يوجوالي فولو ذا سيم كيزين كابيتاليزيشن conventions used for class names. برضو نفس الكلام، اسماء الميثودز المفروض تعملها بالظبط زي الكلاس، المفروض تعملها بس مش لازم تعملها. تمام. for each app one of the methods in a class must be called main. يبقى لازم في ميثود تسمى main بالشكل ده. تمام. ولازم تعرف لها تاخد ايه وترجع ايه، otherwise the app will not execute. تمام. غير كده مش هتقدر تعمل run للابلكيشن بتاعك. تمام. طبعا
بعد كده كاركترز بتوين دبل كوتيشن، يقول لك الكاركترز اللي هي ما بين دبل كوتيشن بالظبط زي السي بلس بلس والجافا بنسميها سترينجز، تمام. والوايت سبيس الموجود جوه السترينجز دي الكومبايلر ما بيهملهاش طبعا، بيعتبرها جزء من السترينج، تمام. لو انا عايز اطبع حاجه زي ما شفنا في البرنامج الاولاني بتاع الهالو وورلد، لازم بعملها كده اهو كونسول دوت رايت لاين، تمام. بعد كده افتح قوس واكتب الحاجه اللي انا عايز اطلعها على الشاشه، تمام. طيب بعد كده في حاجة اسمها الانتليسنس. الانتليسنس ده اكيد مش جديد عليك. الانتليسنس ده اللي هو ايه، لو انا مثلا جاي اكتب مثلا كلمة انتجر، اكتب اي هتلاقي اول ما ضغطت كلمة اي ضغطت على حرف اي هتلاقي طلع لك اللي هي القائمة المنسدلة دي اللي بتطلع لك كل الحاجات اللي ممكن تستخدمها لما بتبدأ بحرف اي او بتحتوي على حرف اي. مثلا كتبت مثلا حرف الان هتلاقيه بدأ يقرب لك من اللي هي الحاجات اللي هي مثلا انتجر، كلمه انتجر اللي احنا قصدناها. ممكن تضغط ضغطتين كده اهو، تمام. او لو ضغطت مثلا اللي هي السبيس فهيستخدم لك اول كلمه اللي هي ضغط اللي هي ايه مؤشر عليها، مثلا ان كده اهو. طيب فالقائمه المنسدله دي ده جزء من الاي دي اسمه الانتليسنس، ده بيسهل عليك كتابه الكود بتاعك بسرعه، تمام. طيب طبعا كل الكلام اللي عدى ده واللي انا بعدي عليه بسرعه ده ما فيهاش حاجات مهمه قوي يعني، او ممكن تبص عليها بسرعه ما فيهاش مشاكل، تمام. كلها حاجات يعني بيقول لك ازاي بفتح الابليكيشن او ازاي بعمل ران الابليكيشن، كلها حاجات يعني ما هيش انا بعملها يعني ايه مباشره قدامك على الفيجوال ستوديو. طيب طبعا هنا بيقول لك الفرق ما بين رايت ورايت لاين. لو كتبت مثلا رايت ويلكم تو، بعد كده السطر اللي بعده كتبت رايت لاين، فهنا رايت دي بيكتب الحاجه بس ما بينزلش السطر، تمام. بعد كده لو كتبت حاجه تانية مثلا سي شارب بروجرام، هيروح كاتب لك سي شارب بروجرام اللي لازقه فيها، بعد كده ينزل سطر عشان كتب رايت لاين، تمام. طيب طبعا باك سلاش ان دي معروفه، في باك سلاش ان باك سلاش تي باك سلاش ار. لو انا مثلا عايز اعمل اللي هي الدبل كوتيشن دي اطلعها في سترينج، فانت ممكن تكتبها بالشكل ده قبل ما تكتب الدبل كوتيشن جوه السترينج بتاعك، تمام. تعمل قبلها علامه اللي هي باك سلاش، في كده لما تيجي تطبع هيروح طابع لك اللي هي الدبل كوتيشن في الاوتبوت بتاعك، تمام. طيب في حاجه تانية اللي هي في حاجه اسمها string formatting، الحته دي مهمه، تمام. لو انا مثلا عايز في البدايه لو عايز مثلا عايز مثلا اقرا اطلع له output انه يقول لك مثلا دخل اسمك، تمام. بعد كده تعرض له اسمك، بعد كده اقول له مثلا ايه console، تمام. لو انا عايز اقرا حاجه بقول له ايه dot read line، تمام. read او read line، تمام. وافتح قوسين كده اهو واقفلهم، فكده اعمل هي السيمي كولون، تمام. كده اقرا الحاجه. كونسول دي تران دي بتقرا من تقرا من الكيبورد سترينج، تمام. المفروض السترينج ده انا اخزنه في متغير، بس غير هيبقى التايب بتاع سترينج، تمام. مثلا اقول له مثلا نيم هيساوي كونسول دوت ريد لاين، تمام. كده اقرا من الكيبورد السترينج بتاعه حطه في النيم، تمام. طيب المفروض انا قبل ما اطبع له او قبل ما اخد منه اللي هي النيم، المفروض اطبع له على الشاشه واقول له دخل النيم، عشان كده لو عملت رن هفضل واقف كده الكيرسور، تمام، مستني ادخل حاجه وانا مش عارف هو طالب مني. اقول له كونسول دوت رايت لاين، اقول له مثلا انتر يور نيم، تمام. طيب بعد كده هيدخل الاسم، تمام. المفروض بعد كده مثلا اقول له هالو مثلا واقول له هالو والزق الاسم فيه، فانا هو اكتب له هالو ازاي. وهنا انا المفروض هطبع حاجه على الكونسول او على السكرين، فاقول له دوت رايت لاين واقول له مثلا هالو. هالو طبعا دي كلمه ثابته المفروض، او كلمه انا هتبقى كونستنت سترينج، فتبقى كده بالشكل ده هالو، تمام. بعد كده عايز ادخل اسمه، تمام. طب اسمه ده انا مخزنه فين؟ اسمه ده متغير، انت بتقراه من الكيبورد، تمام، بتخزنه في كلمة نيم. فأنا بحط نيم دي ازاي؟ تعمل لها كونكاتينيشن بالشكل ده دوت كونكاتينيشن، تمام، اللي هي علامة الزائد. بعد كده أقول له نيم. طبعا هنا
هيقول لي هالو، بعد كده يلزق الاسم في كلمة هالو، فأنا مش عايز يعمل كده. فأنا ممكن أعمل مسافة كده أهو، تمام. احنا قلنا في بين الدبل كوتيشن الكومبايلر بيشوف المسافات دي، تمام. فكده هيطبع له هالو بعد كده الاسم، تمام. افرض مثلا عايز يعمل له علامة التعجب دي اللي في الآخر، ممكن أعملها بالشكل ده، تمام. طيب أعمل run، طبعا enter your name مثلا، بعد كده انتر، بعد كده طلع لي هلو، تمام. بعد كده الاسم، بعد كده علامة التعجب، تمام. يعني انا كده ممكن ايه اعمل اللي هي المتغيرات، اطلعها ازاي؟ بعمل كونكاتيشن واكتب اسم المتغير بتاعي، تمام. ممكن اكتبها بالطريقة دي او ممكن اكتبها بطريقة تانية. ايه الطريقة التانية؟ هي بيقول لك ممكن المتغيرات اللي انت هتعملها كونكاتيشن دي، بدل ما تعملها بالشكل ده ممكن تكتب هلو مثلا، وانا مثلا عايز اطلع متغير معين. المتغير ده انا اديله مثلا ايه اندكس 0 0 0 مثلا كده اهو، هلو كده مسافة كده الزيرو، تمام. بعد ما اخلص اللي هو الكلام بين الدبل كوتيشن اعمل كوما، تمام، واكتب ايه اللي المفروض احطه في زيرو، تمام. احط له في كلمة نيم، تمام. بعد كده اطلع له مثلا بعد ما يكتب اللي هو النيم دي، اطلع له اللي علامة التعجب كده، تمام. فكده هيكتبها ازاي؟ يكتب لي هلو، بعد كده هيشوف اللي هو ما بين الكيرلي براكتس دي، تمام، مكتوب فيها زيرو، هيشوف اول حاجه في الاندكس زيرو. اول حاجه في الاندكس زيرو اللي هي ايه؟ كلمه اللي هو اللي موجود جوه المتغير نيم. طب افرض مثلا كان في حاجه تانية، مثلا عايز مثلا اسمه اسم واحد تاني، تمام، في مسافه مثلا وبعد كده واحد، تمام، بعد كده الاسم التاني مثلا نيم اتنين مثلا، تمام، دي نيم واحد دي نيم اتنين، تمام. وهنا مثلا اقول له ايه، دخل الاسم الاولاني، دخل الاسم التاني، تمام. طبعا هنا مثلا first name، هنا second name، تمام. طبعا دي هيقراها في name واحد ودي هيقراها في name اتنين، تمام. وبعد كده بقول له hello، بعد كده الاسم الأول، بعد كده الاسم التاني. zero دي معناها هياخد أول واحدة اللي هي name واحد، وواحد دي هياخد تاني واحدة اللي هي name اتنين، تمام. بعد كده أعمل run، تمام. أقول له مثلا enter first name، أقول له أحمد مثلا، enter second name عليه، تمام، hello أحمد علي، تمام. ممكن اكتبها بالشكل ده او ممكن اكتب هلو بعد كده هنا اقف، تمام، بعد كده اعمل زائد، بعد كده اكتب النيم الاولاني، بعد كده زائد، بعد كده مسافه، بعد كده النيم التاني. طبعا هي حسب ايه استخدامك وعلى حسب الطريقه اللي تريحك، تمام، بس لازم تبقى عارف الاتنين، تمام. طيب طبعا هنا بيتكلم على الجزء بتاع الفورماتنج. طبعا هنا علامه الكوما اللي بفصل بينها وبين بين المتغيرات وبين الكلام الموجود في الدبل كوتيشن. طبعا انا حاجات مش ما هيش غريبة عليك. طبعا دي الجزء اللي انا كنت بشرح فيه دلوقت، تمام، اللي هي الكيرلي براكتس دي اللي جواها 0 و1، اللي هي الاندكس 0 واندكس 1، تمام. دي تعتبر بليس هولدر ليه، او طبعا دي بليس هولدر للفيرست اديشنال ارجيومنت. الفيرست اديشنال ارجيومنت اللي هو كان نيم واحد في المثال بتاعنا ده، السكند اللي هو ايه كان نيم نيم اتنين في المثال بتاعنا، تمام. طيب طبعا هنا انا عايز مثلا يجمع رقمين، فهيجمع رقمين ازاي؟ مثلا عايز يجمع 2 integers، هيجمعهم ازاي 2 integers دول، تمام. ممكن اقول له مثلا ايه enter your first integer، تمام. طبعا ال first integer هيعرف int، تمام، بس خلي بالك انا اكتب int كده مثلا int n واحد، عمل مشكلة هنا أو في syntax error. إيه syntax error هنا؟ بيقول لك cannot implicitly convert type string to int. بيقول لك الريد لاين دي بتاخد string وأنت عايز تحطه لي في int، وأنا هعملها إزاي؟ لازم تحول string ده ل integer، تمام؟ حوله ممكن بطريقتين. الطريقة الأولانية يا إما استخدم مش اسمها convert، هو convert دي class، تمام؟ class ده جواه مجموعة من الميثودز. إيه الميثودز اللي ممكن استخدمها؟ 2 int 32. 20 32 يعني ياخد السترنج ده ويحطه في انتجر، انتجر 32 اللي هو الانتجر الطبيعي بتاعنا، انت مثلا 64 ده اسمه اللونج، تمام. convert dot to int 32 كده اهو، تمام، تفتح قوسين وتحط فيه السترنج، يعني المفروض دي بتاخد سترنج اصلا، وكاستم سترايت لاين دي عباره عن سترنج، تمام. فكده خد السترنج بتاعي، تمام، وبعت الميثود دوت تو انت 32 اللي هي جوه كلاس convert، تمام. كده الكلام ده بيرجع لي على بعضه انتجر، تمام، بيحول السترنج اللي انا خدته ده ليه انتجر، يحطه في ان واحد، تمام. طيب لو انا عايز مثلا سكند انتجر، نفس الكلام سكند انتجر، وهنا نفس الطريقه، اقول له ان 2
converted to int 32 واقرا الرقم بتاعك من الكيبورد. تمام. طبعا هنا string، طبعا هنا الـ sum بتاعي عبارة عن integer int sum، حاصل الجام عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان 1 زائد ان 2. تمام. بعد كده المفروض هطبع له right line واقول لك sum. طب انا مثلا عايز اطبع له اقول له الرقم الاولاني زائد الرقم الثاني يساوي كذا. تمام. دي عاملها ازاي؟ ممكن تعملها بالشكل ده، 0 مثلا، بعد كده مسافة زائد مسافة 1 مسافة يساوي مسافة 2. تمام. دي ما احط هنا بعد ال double quotation، احط ايه؟ ان 1 احط مكانها ان الزيرو دي، احط بليس هولدر لان 1، والواحد دي بليس هولدر لان 2، والاتنين دي بليس هولدر للصم بالشكل ده. تمام. بعد كده اقول له ايه؟ run. طبعا enter first integer مثلا 9، second integer 8، 9 زائد 8 يساوي 17. تمام. طيب الطريقة الأولانية في التحويل هي استخدم الـ class convert، convert. تمام. واستخدم جوه message dot to int 32. تمام. طيب ممكن أحول بطريقة تانية، أو ممكن أحول بطريقة تانية. الطريقة التانية بدل ما استخدم convert دي استخدم الـ class integer. تمام. هتلاقي class integer ده، تمام، class integer، هو مش class integer، class int 32، int 32 integer ده في الجافا. تمام. int 32 جوا method اسمها bars. تمام. bars دي بتاخد برضه string وبتحوله ل integer بنفس الطريقة. يعني في الجزء الكود بتاعنا استخدمنا int 32 dot bars، استخدمنا convert dot to int 32. ده كده عامل run. تمام. enter first integer 9 8، 9 زائد 8 يساوي 17. تمام. طيب عرفنا ازاي بقرا انتجر. طبعا نفس الكلام بقى، تقرا الانتجر زي ما هتقرا الكاركتر. الكاركتر مثلا بدل انت 32 نستخدم مثلا char. تمام. كلاس اسمه char، في فرق بين char دي وchar اللي هي دي. تمام. char دي اسم متغير بس دي كلاس، يعني اكتر متغير في انها في مجموعة من الميثودز اللي ممكن تستخدمها. تمام. او ممكن استخدم convert برضو، لو هي مثلا دي كانت char مثلا كاركتر، ممكن استخدم convert. convert قلنا كان فيها dot to int 32، هتلاقي dot to char. تمام. هتلاقي فيه طبعا dot to int 64 اللي هي long، وفي double، وفي float، وفي decimal، وفي كل حاجة. تمام. طيب في بعد كده ايه؟ طبعا ده ال adding integers اللي احنا كنا بنتكلم عنه، طبعا read line كنا بنتكلم عنها، و convert the convert classes to int 32 method. يبقى في class اسمه convert وفي method اسمها to int 32، دي بتحول من string، تمام، او الكاركترز بتاعت الداتا دي ل integer. تمام. طبعا في اللي هي assignment operator، طبعا دي مش جديدة عليك، دي معروفة في الجافا في السي بلس بلس. تمام. والفرق ما بينها وبين اللي هي logical operator اللي هي equals equals. تمام. طب هنا بيقول لك ال memory concept، بيقول لك المفروض أي متغير بتحط فيه حاجة المفروض بيتخزن في ال في ال memory في الرام بتاعتك. تمام. يبقى أي variable ليه اسم. تمام. يعني مثلا class program بيبقى program باسمه. تمام. أو انت مثلا ان 1 يبقى النيم بتاعه ان 1، التايب بتاعه انتجر. تمام. السايز بتاعه مثلا 4 بايت. تمام. والفاليو بتاعته اللي هي مثلا اتخزننا فيها مثلا اول ما عملنا ران للبروجرام حطينا مثلا 9 في اول رقم، فدي الفاليو بتاعه. تمام. طيب كل حاجه انت بتخزنها بتتخزن، كل حاجه بتستخدمها بتتخزن معاك. تمام. whenever value is placed in the memory location the value replaces the previous value in that location and the previous value is lost. لو انت كتبت حاجه فوق حاجه فالحاجه القديمه دي انت فقدتها خلاص. الاريثمتيك اوبريتورز، طبعا الاريثمتيك اوبريتورز دول معروفين، الاديشن والسبتراكشن والمالتيبليكيشن والديفيجن والريمايندر وال و هم دول اللي ثابتين عندنا. تمام. في حاجه اسمها الانتجر ديفيجن، تمام، اللي هي الريمايندر دي. تمام. المفروض لما تقسم تو انتجرز المفروض الناتج بتاعك بيكون رقم صحيح ما بيبقاش فيه باقي. تمام.
طبعا هنا بيتكلم عن البريسيدنس او البريورتي بتاعت العمليات دي، بيقول لك ان عمليه الضرب والقسمه وعمليه الريميندر دول ليهم بريسيدنس اعلى من الجمع والطرح، ولو كانوا مجموعين مع بعض في اكسبريشن معين ورا بعض، تمام، مثلا لو مفيش اقواس معينه او في مجموعه من العمليات فيها ضرب وقسمه مثلا وريميندر ورا بعض، فبيقول لك البريسيدنس بيكون من الشمال لليمين، تمام. طبعا هنا اللوجيكال اوبريتورز والايكواليتي والريليشنال اوبريتورز، اللوجيكال اوبريتورز او الريليشنال اوبريتورز معروفين هو ايكوالز ايكوالز ونوت ايكوالز وال جريتر ذان وليس ذان وجريتر اور ايكوالز وليس ذان اور ايكوالز، تمام. طبعا احنا قلنا الحاجات دي بترجع، من المعروف انها بترجع بوليان فاليو، يا ترو يا فولس، تمام. طيب بعد كده الديسيجن ميكان بتاع اللي هي الاف ستيتمنت، طبعا الاف ستيتمنت في الجافا في السي شارب في السي بلس بلس بالظبط نفس الفورمة، تمام. الاف ستيتمنت شكلها الطبيعي، في المثال بتاع الاف اف، وبعد كده تكتب الاكسبريشن بتاعك، تمام، بين قوسين، وبعد كده تكتب الستيتمنت. لو ستيتمنت واحدة يبقى كده ايه، لو ستيتمنت واحدة بس او انا مش بستخدم اقواس فكده هينفذ اول ستيتمنت بس، تمام. لو انا مستخدم brackets، تمام، او curly brackets دي، تمام، او فاتح بلوك فهينفذ كل اللي موجود جوه البلوك بتاعي، تمام. طبعا في اف وفي اف else، تمام، وبالظبط زي سي بلس بلس وجافا، مفيش جديد، تمام. ده المحاضرة الأولانية، تمام. شكرا وبالتوفيق.